والآن ننتقل إلى زميلة ريبيكا سمعان من شركة كهرباء لبنان. صباح الخير ريبيكا. صباح الخير لارا، لك ولكل المشاهدين. إذن اليوم ينظم العاملون في مؤسسة كهرباء لبنان وتحديدا المتدابون من مؤسسة كهرباء قديشة وقفة احتجاجية في المبنى الرئيسي لشركة كهرباء لبنان كما تشاهدون بعدسة الزميل هادي. إذن للمطالبة طبعا بعطائهم مستحقاتهم من بدل نقل ومساعدات دراسية وتحسين أوضاعهم ككل العاملين في القطاع العام الذين يعانون من نفس المشاكل. وبجانبي عبدو جبرايل منسق شؤون المنتدبين في كهرباء لبنان. استاذ عبدو، ذكرتم مرارا وتكرارا انه ما حدا عم بيتجاوب لمطالبكم. اليوم انتم في وقفه احتجاجيه، هل احدا دعاكم الى حوار او لمناقشه المشاكل واعطاء الحلول بالنسبه لوضعكم؟ اول شيء مرسي لتغطيه هالحدث. نحن متروكين من بدايه الازمه يلي عشناها من 2019 لليوم، وشركتنا عم تدهور وما حدا عم يسأل. نحن بس بحب أكيد أنه ممكن معيشنا آخر الشهر ما نقبضه. نحن كل المراسيم يلي صدرت عن فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس الحكومة ومعالي وزير المالية اللي دايما عم بيقولوا ما عم يمضي، مضي كل المساعدات المالية. نحن ما شفنا شيء منها لحد هلأ، إذا بدك من بداية السنة لليوم. نحن بنطالب مؤسسة كهرباء لبنان يلي هي من بداية التسعينات إذا بدك استعادت وتملكت شركة كهرباء قديشة. نحن مشكلتنا مع مؤسسة كهرباء لبنان ومع وزير الوصاية، ضروري يصير في دمج لكهرباء قديشة لحتى نخلص من هالموضوع. مشكلتنا ما بتنحل إلا إذا صار في دمج لمؤسسة كهرباء لبنان، يعني من قبل مؤسسة كهرباء لمؤسسة كهرباء قديشة، لأنه نحن ما بس عندنا ال 200 عامل الموجودين شايفتين قدامك يلي موجودين بكل المناطق اللبنانية، وهول الشباب والصبايا اللي شايفتيهم، هيدا اعتصام رمزي بس يلي موجودين بالمبنى المركزي. سؤال سريع، هل ممكن يكون في وقفة احتجاجية أخرى أو في تمديد؟ نحن رايحين على تصعيد، لأنه نحن اللي من وين نوصل لما آخر الشهر ما رح نقبض معاشنا. شو المفروض نعمل؟ عند مين بنروح؟ نحن بنناشد فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس الحكومة، رغم من أنه الوزارة أنت بتعرفي اليوم بحكم أنه تصريف عمل، ولكن نحن منطالب المعنيين بإعادة الدمج لمؤسسة كهرباء قديشة بكهرباء لبنان، خصوصا أنه مستملكة منا 98% ونحن متروكين. نعم، شكرا. إذن توزيعا مع هذا الاعتصام، هناك اعتصام آخر في شركة كهرباء قديشة. هذا كان كل شيء. عودة لك لارا.